السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، كمل وياكم موضوع الـ bisexual method. ناخذ المثال الثاني. في المثال الثاني ده يقول لك إنه find the point أو points، بمعنى إنه إذا يريد النقطة أو النقاط. التقاطع intersection، كلمة intersection يعني تقاطع. المن of دالتي المنطقية اللي هي الواي تساوي لنا الاكس والواي تساوي لنا 2 اكس ناقص لا، وقايل لك الدقة اريدها 3 مراتب بعد الفارزة. نسبة الايرور، اي ان نسبة الايرور اللي لازم اعبرها هي 1 في 10 سالب 3. اذا اني دلتا اي او الدلتا لازم توصل اصغر من هذا الرقم اللي هو 1 في 10 3. يلا آلي توقف. تمام شباب، هاي اول وحده. اذا اول شغله انا يوم اريد احل نقاط، تجيني هيش مساله انتبه، اريد احل نقاط التقاطع. اذا اول شغله شو اسوي؟ اساوي الداله الاولى بالداله الثانيه، هو مو يريد نقاط التقاطع لدالتين، خلاص اذا لازم اساوي هاي ويا هاي، واي ويا الواي اساويها، اللي هي الواي الاولى شنو هي؟ لان الاكس، الواي الثانيه 2 اكس ناقص 3 2 اكس ناقص 3. وبالتالي اعوض انه الطرف اليمين احوله على اليسار واساوي له صفر. يوم جيت هنا وحولت الطرف اليمين لليسار ايش صار؟ صار حال حال الداله اللي تساوي صفر. اذا هي روت فايندينج بروبلم، اذا هي مساله ايجاد جذور، هي مساله ايجاد الجذور. بالبداية السؤال ما واضح انه هو يخص الجذور، لكن يوم انا سويت هاي وهاي الدالة بهاي الدالة سويتها وطلع لي هاي الدالة تساوي له صفر، اذا هاي اريد اني انه جذور هاي المعادلة، هي تعتبر الجذور هي نفس نقاط التقاطع. اوكي شباب، هاي ملاحظة جدا مهمة. اذا يقول لك يابا انا عندي الاف اكس، اذا هي ايش تمثل؟ تمثل لنا الاكس ناقص 2 اكس زائد 3، هاي المعادله. زين، احنا بيا طريقه نستخدم مثلا بالامتحان كتب لك باي يوزنج مثلا باي سكشن مثلا. اذا قلت لك استخدم طريقه الباي سكشن، طريقه منتصف الفتره او تنصيف الفتره، فاذا اول شغله انه لازم نختبر الاشاره. فنجي نكتب الاكس واف للاكس، اكس والاف للاكس، هاي اول شغله. يوم كتبت هذني ابدي بقيم، ليش ما بديت هنا بقيم سالبه؟ لان الداله تحتوي على الليل، الداله شبيها تحتوي على الليل، مثل ما نعرف انه رسم الليل هو كالاتي. هاي محاور مالتي مال اكس والواي، والدالة تجي هيج توصل لواحد، تجي تصير هيج، هاي مثل لي هي واي تساوي لين الاكس. تمام شباب، يعني هاي الدالة هي لين الاكس. اذا كل القيم مالته بالاتجاه الموجب، اي قيم بالسالب لا يوجد. اذا ايش يقول لك؟ يقول لك انت تستخدم صفر، لان الصفر راح يطلع لك ايرور ايضا ما الى قيمه بالصفر، لان الى ما لا نهايه يطلع انفينيتي. اذا يقول لك اختار لك قيمه صغيره ابدي بيها، اذا تفرض القيم الموجبه. فهمنا ليش احنا فرضنا القيم الموجبه؟ فاخذنا قيمه صغيره او 0.01، مجرد انه هي اصغر قيمه ممكن اخذها. طبعا اقدر اخذ 1 بالالف، بس انا اللي جاي كلش تمام، 1% كلش اوكي. طلعت القيمة عندي هاي، انه بعدين واحد انه ايش سويت؟ قلت هاي فرضت، بعدين اقدر اخذ 1 2 3 4 الى ما لا نهاية. اخذت الواحد، ايش صار عندي؟ الاشارة موجبة. اذا بهذا الجزء انا ايش عندي؟ اذا هذا الجزء هو يمثل لك جذر، هذا الجزء يمثل لك هنا جذر. ليش؟ لان صار تغيير من السالب الى الموجب. يوم جيت اخذت 2 صار سالب، بما انه صار تغيير من الموجب الى السالب، اذا ايش صار؟ ايش
صار عندنا جذر ايضا. اوكي الشباب صار عندي جذر ايضا. يوم جيت كملت اخذت 3 صار عندي سالب، هنا سالب 3 اذا زادت القيمه بالسالب. يوم جيت مره ثانيه اخذت 4 زادت القيمه بالسالب، اخذ قيمه اضافيه فوقها ونتاكد. لما اخذنا نقطه 5 اخذت قيمه بالسالب زادت، وبالتالي بما انه القيمه جاي تزيد بمعنى انه جاي تزيد القيمه خلينا نقول بالسالب، اذا اني بعد ما عندي قيم اخرى. فنبدي انه باول جذر اخذنا الاعداد الصحيحه راسا انه جذر ما بين الواحد والاثنين. اول شغله لازم نعرف من هو الاكس ليفت والاكس رايت. الاكس ليفت هو الرقم اللي يعطاني سالب، الاكس اللي يعطاني قيمه سالبه. بما انه هذا رقم 2 الاكس هو اعطاني قيمه سالبه، اذا الاكس ليفت هو 2 والاكس رايت الثاني اللي هو الواحد اعطاني قيمه موجبه. اول شغله طلع الاكس ام، بعدين نعوض الاكس ام بالداله، هاي ثاني شغله، بعدين ننتقل للجدول ونطلع الايرور. فاجيت طبقت انه 2 ب1 فعدلت وطبقت بالداله عوضت. هاي اول شغله طلعت الايرور انه هو 0.5. اجي ايش سويت هنا؟ انه رجعت ابدا امر على الخطوه وراها. قلنا شنو الخطوه شنو نسوي؟ نباوع على هذا الرقم، هذا الرقم اللي هو الاكس ام طلع النتيجه موجبه. اذا هذا ينزل بدال الرايت والليفت ينزل نفسه. رجع الخطوه الثانيه نكملها والخطوه الثالثه الى ما لا نهايه. باقي الخطوات كلها مفهومه انه تكون مرتبطه بالمحاضره السابقه. ارجو انه تكونون فاهمين المحاضره السابقه قبل ما تعبرون لهذا المثال. اذا هذا المثال تطبيقه حال المثال السابق، فقط الفكره في انه نقاط التقاطع راح اساوي الدالتين في سبيل تتحول عند هاي الداله، راح تبين عندي انه هاي ايجاد الجذور. يعني بدل ما اقول لك راسا اعطيك داله واقول لك هذا ايجاد الجذور مال الداله هاي، راح اقول لك يابا اوجد لي نقاط التقاطع للدوال الاتيه. فانت راح تضطر شو تسوي؟ تساوي الواي ويا هذا الواي نفس ما احنا ساويناه، وانه بيطلع لك الداله وانه بتساويها للصفر وتفرضها هي نفس الاف اكس. تمام شباب؟ شغله ثانيه اللي اقول لك اياها انه انا الدقه مالتي 1 في 10 سالب 3. شوف هنا وين وصلنا احنا؟ لهنا ما قدرت انا اقول انه تمام، ليش؟ لان بعدني 1 بالعشره ورقم اكبر، لازم انا اصغر من 1 بالالف، لازم انا اصغر من 1 بالالف. هنا أنا وصل انه 9 في 8، بس شنو بال10000؟ اذا انا عبرت المرتبه الثالثه، اذا حاليا انا الدقه مالتي صحيحه. هاي طريقة لإيجاد الدقة مالتي. تمام؟ هاي شو تمثل لك؟ تمثل لك الإكس. إذا أول نقطة تقاطع، إحنا نقطة تقاطع لازم تكون شنو؟ إكس واي إحداثيات. إذا هاي قيمة الإكس اللي هي 1.79 إلى آخره. زين هاي قيمة شنو؟ قيمة الواي. تمام شباب؟ هاي قيمة الإكس، هاي قيمة الواي اللي هو نعوضها. وين بالداله؟ يعني هاي قيمة الاكس عوضناها وين؟ واي يساوي لن الاكس، وانا عوضتها بالليل فطلعت قيمتها. اذا هذا اول شيء نقطة تقاطع. الواجب اللي عندك طبعا هي النقطة الثانية، هاي مين راح تطلع؟ شوف شيل بعض عليها رقم 4% تقريبا منين؟ من الجذر الثاني اللي هو جذر ما بين 1% وما بين 1، طالع عندك 4% هي قيمة الجذر. بما انه قيمة الجذر 4%، اذا اجي اخذ النوب لان القيمة هاي فراح تطلع لك جت قيمة الواي الها. تمام شباب؟ جت قيمة الواي الها. شغلة ثانية، احنا قلنا هنا شلون كنت نوصل؟ هنا طلعت 10 شنو؟ 10 ايتريشنز. كم ايتريشنز؟ اوكي؟ افتر 10 ايتريشنز اقول لك The first approximate root is x root هو هي طلع لي الـ x root مالتي هي ورا شنو؟ ورا 10 محاولات. نجي نقدر نقول يابا احنا وصلنا للدقة انه تكون اصغر من الـ e اللي هي مطين اياها بالسؤال 1، مطين اياها هنا بالسؤال 1 في 10 سالب 3، او نقدر نطبق هذا القانون. قانون يقول x right ناقص x left
اكس رايت على الافناء والاكس ليفت على الافناء على الدقه اللي مطلوبه على الاثنين. هذا قانون. قد طلعت قيمتها طلعت 9.96، اذا لازم اكبر او يساوي هذا الرقم، اذا اخر على الصحيح. فاذا وي نيد 10 ايتريشنز هاي توضيح، يعني عدد الايتريشن او عدد المحاولات. اما اعطيك اياها بالسؤال مباشره او اعطيك هاي الدقه بالسؤال، وانت اما توصل الى هنا وتقول بما انه اصغر من الدقه المعطى بالسؤال، او تطبق القاعده هاي وتعرف انه جد مطلوب عندك كم محاولة. هاي ثلاث طرق ممكن تصير بالنسبة لعدد المحاولات لكل مسألة. لهنا نتوقف وياكم محاضرتنا اليوم. اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله انتهى موضوع البايسكشن ميثود. محاضرات السابق اللاحقة ان شاء الله راح ناخذ طريقة فيكس بوينت ميثود. اتمنى لكم كل التوفيق.